هجوم كبير على الممثلة السورية كاريس بشار بسبب اقتطاع جزء من لقائها قالت به إنها لا تتذكر اسم أي ممثل لبناني تفكر بالتعامل معه، ما اعتبره البعض إساءة للممثل اللبناني، لكن كثيرين لم يشاهدوا اللقاء بأكمله، وخلاله أشادت بلبنان وحكت إنها تسكن فيه وتحب شعبه. لذا نستغرب حدوث هذا الاجتزاء الظالم بحقها، ونطالب الجميع العودة دائما إلى مصادر الفيديوهات التي قد تحتوي على أي معلومات غير مكتملة. فما حدث مع كاريس يؤكد أن معظمنا يكتفي بما ينقل إليه ولا يقوم بجهد البحث عن المعلومة الحقيقية والكاملة. دعونا الآن نسمع ما قالته كاريس عن لبنان. هي البلد كانت وجه خير علي، إذا بدك عشت فيها أنا وابني ولازلت مقيمة فيها وبحبها كتير، وجوها بيناسبني، وأنا عموما هيك برتاح بالمدن الساحلية، بحب طبيعتها، بحب طبيعة هذا الشعب اللي هو بيحب الحياة قد ما مرق عليه أزمات وقد ما كان الظرف الاقتصادي ولا السياسي صعب، شعب بيحب يعيش، وهذا بيأثر عليك بمحل، يعني حتى لما خلينا نقول إنه أنت بتمرق بأزمات نفسية بيكون في عندك كتير ضغوط، الطاقة اللي بتاخدها من المكان أكيد جدا جدا مؤثرة. كوليس ما بعد المشهد.